اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، لقاء يومي يتجدد من النيل مباشر، قراءه لابرز الملفات على الساحه محليا وعربيا وعالميا. معنا النهارده ثلاث ملفات. الملف الاول، الاونكتد يصنف مصر كوجهه موثوقه للاستثمار الاجنبي المباشر. ثاني ملفاتنا، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يصف أحداث جنين بأنها مؤلمة وتعد انتهاكا للقانون الدولي. ملف ثالث، واشنطن وبكين يتوافقان حول أهمية تمويل مكافحة التغير المناخي واستمرار التواصل لتجنب سوء التفاهم وحل الخلافات العالقة. بجدد التحية بحضراتكم. نبدأ مع أولى ملفاتنا، حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسم توضيحي سلط الضوء على تقرير الأونكتاد اللي بيؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الإفريقية خلال عام 2022، كما تعد الثانية عربيا. ذكر التقرير أن تدفقات الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر زاد بأكثر من الضعف مع توسع مصر في هذا الصدد. وثمن الأونكتاد إعلان مصر مجموعة من الحوافز لدعم الاستثمارات، منها حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من قبل استثمارات أجنبية. خلونا نتابع. مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، هذا ما أكده تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأونكتاد. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أكد في تقرير له أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن رسما توضيحيا أشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر. وأوضح التقرير أن مصر اتبعت استراتيجيات تتسم بالمرونة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، فضلا عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. كما قامت الدولة بإقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار. ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز تعليقات تقرير أونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المحدثة في المشروعات الخضراء والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعا خلال عام 2022. إذن العديد من الجهود التي دفعت بالأونكتاد لإصدار هذا التقرير الحقيقة، واللي بيعد واعد جدا للاستثمارات ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. حول هذا الأمر بينضم إلينا هاتفيا دكتور وليد جبالة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. دكتور وليد، برحب بحضرتك بداية، ويعني هل لك أن تطلعنا على أهمية هذا التقرير تحديدا، خاصة وأنه يعني أكد أن مصر تعد وجهة استثمارية أكثر جذب للاستثمار في القارة الإفريقية خلال العام الماضي 2022. أهلا وسهلا أستاذة كريمة، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي نيل الأخبار. نعم. أهلا بحضرتك. واسمحي لي في البداية أنا عايز أفرق ما بين نوعين من التقارير اللي بتصدرها المؤسسات الدولية. هناك تقارير بتتوقع للمستقبل، وهناك تقارير أخرى بترصد واقع تم حدوثه بالفعل. اليوم نحن أمام تقرير لا يتوقع، ولكنه يرصد حقائق تقررت وأرقام تحققت على أرض الواقع بالفعل. أهم رقم فيها هو تحقيق مصر استثمارات أو قدرتها على جذب استثمارات فعلية
استثمارات مباشرة بلغت نحو 11.4 مليار دولار عام 2022 لتحافظ على ترتيبها الأول على إفريقيا. فهذا التقرير يرصد واقع خلال عام 2022 ليؤكد مسار بدأته مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بتحقيقها المركز الأول إفريقيا على مدار تلك السنوات. ولكن رغم حصولنا على المركز الأول إلا أننا قد تأثرنا خلال تداعيات كورونا قبل أن تتعافى قدرة مصر على جذب الاستثمارات المباشرة لتصل إلى هذا الرقم الكبير 11.4 مليار دولار خلال 2022، وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية لا تبدأ من الصفر ولكنها قامت بالفعل بمجهودات كبيرة تعلن عن أن الدولة المصرية ومع احتفاظها بالمركز الأول إلا أنها عززت مركزها الأول برقم كبير، هو يعبر عن واقع جيد. ولكن لا زالت طموحات الدولة المصرية بجذب مزيد من تلك الاستثمارات. التقرير يبرز واقع هو يعني يساعد على الترويج للاقتصاد المصري. بالظبط ده اللي كنت عايز اسال حضرتك عليه دكتور وليد، يعني كيف لنا ان نبني على هذا التقرير؟ كيف يمكن الاستفاده منه في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه الى مصر، خاصه وان ده الحقيقه هدف كبير جدا تسعى ليه الدوله المصريه خلال الفتره القادمه؟ هو التقرير في ذاته هو ورقة جيدة من الأوراق الاقتصادية التي يمكن الترويج لها، وهي أداة من أدوات الترويج عندما تذهب الوفود أو يكون هناك لقاءات ما بين وفود الدولة المصرية ووفود أو مستثمرين أخرى في دول أخرى. هيئة الاستثمار عندما تقوم بعمليات الترويج للاستثمارات في مصر تحتاج إلى هذا التقرير، والحقيقة مش التقرير ده لوحده، هناك العديد من التقارير التي تتحدث بصورة إيجابية عن قدرة مصر على جذب الاستثمارات. بتتبقى خطوة أخرى وهي خطوة أن ندير أو نستغل هذا التقرير وغيره من تقرير الترويج. الخطوة الأولى بدأها مجلس الوزراء ب يعني تلخيص ما جاء في هذا التقرير ووضعه على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء. نعم. تأتي بعد ذلك دور هيئة الاستثمار في الترويج، فضلا عن أن هذا التقرير يمكن أن يكون أحد الأدوات التي يعني تستخدمها الشركات أو الاستشاري التي تعاقدت مصر معه مؤخرا في عمليات الطرح في طرح الشركات المصرية سواء بالنسبة للبورصة أو للمستثمر الاستراتيجي. فهذه التقارير تؤدي إلى ثقة، تؤدي إلى مزيد من الجاذبية المصرية للاستثمارات الأجانب سواء المباشرة أو غير المباشرة. طيب دكتور وليد، يعني هل لك أن توضح لنا عناصر يعني اللي بيقوم عليها مثل هذا التقرير؟ هل بيقوم على حجم الصادرات مثلا، حجم التبادل التجاري، تقييم البنى التحتية، الاستعداد لإقامة صناعات في مختلف المجالات، سيما وإنه كان بيتكلم عن حجم زيادة الاقتصاد الأخضر خلال العام الماضي 2022؟ لا، هو التقرير بيركز على حاجه واحده بس، الاستثمارات المباشره اللي جذبتها مصر الى الداخل المصري. الاستثمارات طبعا في استثمارات الاقتصاد الاخضر بصفه عامه هناك مجال رحب، لان هذه الاستثمارات بتسير في زياده. مصر ومن خلال خطتها الاستراتيجيه لزياده قدرتها على توليد الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده نجحت بالفعل في جذب الكثير من الاستثمارات، تبعناها في محطات الطاقه الشمسيه ومحطات توليد الكهرباء من الرياح. التقرير نفسه ركز على اعلان لاحدى الشركات بانشاء مصنع هيدروجين اخضر بقيمه 8 مليار دولار في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. الرقم كبير جدا، يعني رقم مجرد تحقيق هذا الرقم يؤدي الى فارق كبير في استثمارات مصر المباشره. فالتقرير بيرصد مشروعات بعينها، ارقام بعينها بتقول ان الدوله المصريه بتتطلع الى جذب الاستثمارات وتمتلك القدره على التفاعل مع المستجدات المتعلقه بالاستثمارات المباشره في العالم. الاستثمار في العالم بيركز في هذه المرحلة على عمليات التحول الأخضر في المشروعات الخضراء، في مشروعات البنى التحتية، المشروعات المتعلقة بقطاعات تطوير قطاعات الصحة والتعليم، فكرة التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي
بصفة عامة والكيانات المتعددة في العالم، مصر لديها الاستراتيجية المتنوعة القادرة على جذب تلك التمويلات. التقرير يرصد ما تم بالفعل على أرض الواقع ويبشر باستثمارات قادمة، بما يعطي انطباعا جيدا عن المستقبل الطيب للاقتصاد المصري. أنا بشكر حضرتك على هذه المعلومات دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، شكرا يا فندم على هذه المتابعة. نتحول مع حضراتكم لتاني ملفاتنا في النيل مباشر، تحديدا للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصف ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كون فون بورغستوف الاقتحام العسكري لمخيم جنين، وصفه بالمؤلم وإن ما يحدث الآن يعد انتهاك للقانون الدولي. وخلال تفقده هو و30 دبلوماسي آخرين اليوم أثار الدمار اللحق بالمخيم من تدمير العشرات المنازل وتدمير للبنى التحتية. دعا ممثل الاتحاد بالضغط على إسرائيل عشان يتم حل النزاع من أجل وقف هذا العنف، كما طالب بورغستوف إسرائيل بأنها تمتنع عن وبشكل مباشر وواضح عن أي إجراء أو عمل بيضر بالمدنيين مباشرة وتكون لتبعات عليهم، وإن هي يجب أن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأنها تقوم أيضا بالتحقيق بشكل علني في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأنها تحاسب بشكل مباشر من يقوم بهذه الاعتداءات. إلى أي مدى ممكن هذه التصريحات الحقيقة تلقى صدى واستجابة؟ خلونا نقترب أكثر من المشهد في جنين. بينضم لنا السيد محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين. سيد محمد بعد التحية، هذه الزيارة للوفد الأوروبي إلى مخيم جنين دليل على أن قوات الاحتلال الحقيقة قامت بانتهاكات جسيمة ورصد مباشر لهذا الأمر، كيف تعولون أو إلى أي مدى تعولون على هذه الزيارة؟ تحية لك وجميع المشاهدين. اولا يعني اهلا وسهلا في زارنا وفد اليوم مؤلف من حوالي 30 دبلوماسي من مجموعه من الدول الصديقه على راس الاتحاد الاوروبي. مشاهداتهم كانت واضحه في تقرير ممثل الاتحاد الاوروبي، لكن يعني مساله انه الفلسطينيين يعولوا على هذا التقرير او لا يعولوا عليه، اعتقد انه تاريخ الفلسطينيين مع المنظمات الدوليه تاريخ واضح تماما. يعني كل ما يتعلق في الموضوع المنظمات الدولية هو عبارة عن حديث لا أكثر ولا أقل، تقارير توضع على الرفوف لا يمكن تنفيذها. كلنا نعلم أن إسرائيل دولة يعني خارج إطار القانون الدولي، دولة لا يمكن محاسبتها ضمن التركيب الدولي أو التوليف العالمي الموجود الآن، وبالتالي هذه تقارير يعني توضع فقط على الرفوف. لكن ما يتعلق في هذه المسألة، كان يجب على الوفد الدبلوماسي الذي زار المنطقة أن يرصد ما تم من انتهاكات مخالفة للقانون الدولي وتعتبر جرائم ضد الإنسانية. هذا الملف لم يتحدث عنه اي دبلوماسي، الدبلوماسيين اللي زاروا مخيم جنين وجنين صبيحه هذا اليوم. نعم نحن سجلنا اكثر من 7 جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتكبت خلال فتره العدوان اللي استمرت فقط 48 ساعه. ارتكبت اسرائيل سماها اكثر من 7 جرائم ضد الانسانيه وجرائم ضد القانون الدولي، ايضا توصف منها جرائم حرب. وبالتالي لم يتم التطرق لهذا النوع من الجرائم، لم يتم حتى يعني لوم اسرائيل على ارتكابها مثل هذا النوع من الجرائم. وبالتالي يعني نتمنى ان ياخذ هذا التصريح او هذه المشاهدات تاخذ صدى، لكن يعني نحن كفلسطين لا نعول كثيرا على هذه المساله. وانا سبق تحدثت على القنوات المصريه ايضا وقلت ان احنا توجهنا من البدايه الى الاشقاء العرب لانهم الاكثر قدره على التاثير في هذا الملف. سيد جرار، يعني اذا كنا نتحدث عن زياره الدبلوماسيين اليوم، بالامس ايضا كانت تصريحات للسيد انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده الذي ادان خلالها ما يحدث في جنين. من قبلها الولايات المتحده الامريكيه تحدثت عن ضروره وقف ما يحدث في جنين تحديدا، وطلبت اسرائيل بايقاف حتى يعني الاستمرار في بناء المستوطنات بما يقود حل الدولتين وجهود مفاوضات السلام. اذا هناك يعني تحرك دولي وإن كانت مجرد تصريحات، إلا أنه يمكن التحرك بها من داخل السلطة الفلسطينية نفسها والتوجه بها للمحافل الدولية لمواجهة إسرائيل واتهامها بشكل مباشر بارتكابها جرائم حرب، سيما وأن الإعلام بمختلف وسائله بيرصد ما يحدث من انتهاكات بشكل مباشر. متى يمكن الضغط بهذه الأوراق صراحة على الموائد الدولية وموائد المفاوضات الدولية أو الجهات الدولية المختلفة لتوجيه اتهامات جرائم الحرب بشكل مباشر للحكومة الإسرائيلية الحالية؟ أنا أقول أن هذه الزيارات أو هذه التصريحات صحيح هي لها دورها ولها يعني
قد تساهم الى حد ما في هذه المسائل. لكن ما يتعلق في موضوع ملاحقة اسرائيل، اعتقد اسرائيل اليوم هي تعيش في مأزق كبير جدا نتيجة الوضع الداخلي او التركيب الحكومي في اسرائيل الموجود الان. العالم يعلم انه الان من يدير اسرائيل هي حكومة من المتطرفين، وهذا يعني هذا واضح تماما مثلا حتى تصريح بعض الاحزاب الاسرائيليه كانت تصرف قبل عامين هي احزاب متطرفه اصلا واحزاب عنصريه، وبالتالي هذه الاحزاب موجوده داخل الحكومه. اعتقد انه ما جرى في 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 جنين يعني في في اليومين الاجتياح وسيضع اسرائيل في مازق، سيضع حكومه نتنياهو على وجه التحديد في مازق، او لاسباب عديده. اولا هذه الحكومه هي حكومه المتطرفين والعالم جميعا يعلم هذه المساله، وبالتالي اعطاء الضوء الاخضر لهذه الحكومه اعتقد لا يمكن اعطاء الضوء الاخضر لحكومه يعني يديرها المتطرفين، هذا من جهه. ومن جهه ثانيه الاخفاق العسكري اللي حدث في جنين اعتقد راح يكون له الدور الاكبر في موضوع يمكن حتى سحب الثقه من نتنياهو، اسقاط حتى حكومه نتنياهو، هذا من جهه. من جهه اخرى بلديه جنين والتعاون مع نقابه المحامين الفلسطينيين بالامس بدانا بسعر في مشروع توثيق لهذه الجرائم اللي تمت وصنفناها زي ما حكينا هي عباره عن 7 جرائم وجرائم حرب. بدا فريق من نقابه المحامين صريحه هذا اليوم بإعداد التقارير الممنهجة والكاملة لرفع هذه الملفات من خلال المواطنين أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية من خلال مساق روما، وأعتقد أنه احنا بإمكاننا بالفعل أن استغلال هذه المسألة كمواطن فلسطيني. نحن نتحدث عن الجانب الأهلي، هناك خطوات رسمية اتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية لا نقل من أهميتها، لكن أيضا نحن كمؤسسات مدنية علينا دور كبير في هذه المسألة. بدأنا بصريحة هذا اليوم بإعداد تقرير مفصل حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال السياحة لجنين ومخيم جنين. نتمنى بالفعل انه يتم ملاحقه اسرائيل امام محكمه الجنايات الدوليه في هذا الملف. هناك يعني جرائم ثابته، وبالتصريح بالنص التصريح الاسرائيلي ليس بحاجه الى اثبات. مساله مهاجمه منطقه مدنيين يسير اكثر من 30,000 مدني مهاجمتها على حين غرة دون اصدار تصريح تحذير للمدنيين، هذه بحد ذاتها هي تعتبر من جرائم الحرب وجريمه ضد الانسانيه. وبالتالي اسرائيل ايضا في اعلانها هي يعني ستتبجح هي لا تخفي هذه الجرائم، وبالتالي تحاول تبريرها ايضا. اغلب الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل هي موثقه يعني واضحه من خلال التصريحات الاسرائيليين نفسهم. واعتقد انه هذا الملف خلال اسبوع راح يكون ان شاء الله جاهز، وسنتوجه فيه مباشره لمحكمه الجنايات الدوليه. صحيح، يعني تحركات هامه، فكره التحرك على الصعيد المدني وعلى صعيد يعني المقاومه لها اشكال مختلفه، كشف الحقيقه في حد ذاته مقاومه، ومكافحه التضليل اللي كانت بتعمد دائما اسرائيل، وقلب الحقائق اللي بتعمد دائما اسرائيل لعمله امام مرأة ومسمع من الراي العام الدولي. وهذا امر هام ايضا ان يعني يكون هناك تحركات فلسطينيه داخليه ازاء هذا الصدد. اذا يعني إلى أي مدى نعود للجانب العربي، إلى أي مدى ترون أنه من الضروري أن يكون هناك حالة من الضغط العربي على ما يحدث الآن، خاصة وأن في علاقات جديدة مع إسرائيل، وبالتالي يمكن يعني محاولة التأثير من خلال هذه الزوايا وهذه العلاقات؟ الحقيقة أنه الآن البعض العربي أصبح أكثر جدوى تظل في المرحلة الأخيرة من حياة هذه القضية. أكثر جدوى، والدور المصري فيما يتعلق في موضوع ملف غزة على وجه التحديد، يعني الدور المصري كان له القيادة المصرية الشخصية كان لها دور كبير جدا في حماية الفلسطينيين في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم في العديد من المعارك التي تمت والاشتباكات التي تمت في قطاع غزة. المصريين على وجه التحديد القيادة المصرية لها دور كبير جدا في لزم الممارسات الإسرائيليين. نحن نتوجه مرة أخرى من خلال قناتكم للأشقاء في القيادة المصرية بضرورة بالفعل يعني محاسبة إسرائيل، وأنا أعتقد أن مصر قادر على محاسبة إسرائيل على جرائمها، وقادر أيضا أن تقف تواجه إسرائيل في هذه الجرائم. وشاهدنا الدور المصري في العديد من المعارك والعديد من الاشتباكات التي تمت على أراضي الفلسطينيين، هذا أيضا يعني بالإضافة إلى ضعف الجهود العربية في هذه المسألة. أعتقد أنه إنهاء العملية خلال 48 ساعة، أعتقد أنه الأخوة الأشقاء العرب في إنهاء هذه العملية. نعم. ما استغربتش أكثر من ذلك، لكن نحن بحاجة بالفعل إلى أن تتوفر حماية، لأنه من يتحدث الآن على موضوع المعركة التي تمت، وكأنه الإعلام يصور أنه هناك مناطق عسكرية تم مهاجمتها. ما تم مهاجمته هي مناطق مدنية بامتياز، لا يوجد أي معسكر، أي قاعدة عسكرية، أي سفرة عسكرية في هذه المناطق. نعم. وبالتالي تم مهاجمة مناطق مدنيين فقط، لا يوجد المقاومة الفلسطينية، لا يوجد لها بنى تحتية. المقاومة الفلسطينية هي مجموعة من أفراد وسائل بدائية، وسائل قتالية بدائية. وبالتالي مهاجمة مناطق مدنيين بهذا الحجم بحجة أو بذرائع أنه هناك يعني هناك بنى تحتية للمقاومة، أعتقد أنه هذا كذب بواح. لا يوجد أي مظهر من مظاهر البنى التحتية أو البنى العسكرية في المناطق التي تم مهاجمتها.
نعم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد محمد جرار رئيس بلدية جنين، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. أروح مع حضراتكم لثالث ملفاتنا. وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن أكدت، وده خلال اليوم الثاني من زيارتها لبكين، أكدت على أهمية التعاون بين الصين والولايات المتحدة بشأن تمويل مكافحة التغير المناخي، وكمان الحوار المباشر بين البلدين بشأن القضايا الاقتصادية. يأتي ذلك في الوقت لأعرب في نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ عن أسف بلاده للحوادث اللي وصفها بأنها حوادث غير متوقعة وأضرت بالعلاقات بين البلدين. خلونا نتابع. في ثاني أيام زيارتها للصين أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التعاون بين بكين وواشنطن ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي. وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين قالت لمسؤول الحكومة الصينية وخبراء المناخ إن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يتعاونا معا لمكافحة التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ. يالين قالت إن مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي هو أمر ضروري، مشيرة إلى أن البلدين هما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة. الصين التي طالما تصنفها الأمم المتحدة ضمن الدول النامية قالت إن مسؤولية مساعدة الدول الفقيرة على تحمل تكلفة مواجهة تغير المناخ تقع على عاتق الدول المتقدمة، لكن بكين تقول إنها يمكن أن تساهم في مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ على أساس طوعي. ونظرا لحجم البلدين يعد التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمرا حيويا للجهود الدولية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، حيث يعد دعم بكين وواشنطن وغيرهما لمؤسسات قائمة متعددة الأطراف معنية بقضايا المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر وصناديق الاستثمار في المناخ يمكن أن يعزز تأثير هذه الجهود. كانت بكين قد علقت لفترة وجيزة العام الماضي المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المناخ والأمن وقضايا أخرى ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان. وتأتي زيارة يالين إلى الصين بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية وتأزم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مسعى للبحث عن سبل لتهدئة التصعيد في العلاقات المتوترة بين البلدين. ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى إصلاحات للسوق في الصين وانتقدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين في الآونة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والضوابط التي فرضتها على تصدير بعض المعادن، في حين دعاها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشاينغ إلى التوصل لتسوية مع الصين وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. يعني يبدو أن العلاقات الأمريكية الصينية بين جذب وشد، يبدو أن واشنطن تستخدم سياسة العصا والجزرة مع بكين، فإلى أي مدى قد تنجح هذه السياسة؟ إلى أي مدى أمريكا بتحتاج لتغيير سياستها مع بكين؟ نقترب أكثر من هذا الأمر. معنا للمتابعة عبر الهاتف السيد بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال، بعد التحية، هذه الزيارة الهامة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين للصين اللي بتأتي بعد زيارة قبلها كان بلينكن وزير الخارجية كان موجود في الصين، هل تعتقد أن واشنطن بتسعى لمغازلة بكين يعني تحقيق مزيد من التقارب في العلاقات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي بين البلدين؟ في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الزيارة دي بتأتي في ظرف استثنائي بيمر به العالم من جائحة كورونا ولها تداعيات اقتصادية أثرت على اقتصاديات الدول النامية والدول الكبرى على حد سواء. يعني لما نشوف الآثار الاقتصادية هو التضخم عانت منه الدول النامية وعانى منه العالم المتقدم والاقتصاديات المتقدمة، تباطؤ أدى لتباطؤ في النمو الاقتصادي، تداعيات كبيرة أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، مشكلة الديون اللي بتعاني منها يعني منها العالم كله، العالم كله بيحتاج إلى الإقراض والاقتراض، وبالتالي احنا أمام مشكلة تتعلق بأسعار الفايدة وزيادة معدلاتها
لها تداعيات على اسعار السلع الاستراتيجيه. يعني نشوف النهارده البترول في فتره ما وصل الى حاجز 115 دولار للبرميل والقمخان بلين. بنشوف القمح والذره وارتفاع محصول سعر محصول القمح وصل لفتره من الفترات وتجاوز حاجز 500 دولار للطن. وبالتالي الوضع الاقتصادي متشعب، ما كنا قد نرفضه كدول في فتره ما اصبحت الدول النهارده بتقبله. يعني بنشوف ان وزيره الخزانه الامريكيه هي نفسها التي وجهت انتقادات بذيعه وعنيفه للصين يوم تعيينها في منصبها عام 2021. اليوم النهارده الوضع مختلف، النهارده بيحاولوا ايجاد مساحه استراتيجيه للتواصل. السفير الصيني في الولايات المتحده الامريكيه بيعلن ان يامل ان الصين تصل ويحدث تقارب في وجهات النظر ويتقابلوا في منتصف الطريق على حد تعبيره، وبالتالي الكل يفتح ذراعيه للتفاوض سواء كان الجانب الامريكي او الجانب الصيني. بنشوف النهارده ان حتى العلاقه ما بين الدولتين، ان في العهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في فتره ما شهدت توترات كبيره مع وصول الرئيس الديمقراطي بايدن. هناك توترات ولكن بشكل اقل، هناك تراجع نسبي في التوترات ما بين الدولتين، خاصه ان عهد جو بايدن بيتسم بمزيد من التوترات الاقتصاديه والجيوسياسيه. يعني ما كانش فيه في فتره ترامب ما كانش هناك الصراع الروسي الاوكراني، النهارده الصراع الروسي الاوكراني ليه تداعيات كبيره جدا. كان لابد من وجود تنسيق اكبر ما بين الدول، خاصه ان احنا بنشوف ان احنا هناك تجمع اكبر اقتصاديين في العالم سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه والصين. وبالتالي العلاقات ما بين الدول النهارده بتشوبها المصلحه وبتجمعها المصالح ما بين الدول. ده حقيقي، عشان كده التناقضات او الاطراف المتناقضه ممكن تجتمع تحت مظله المصلحه، حتى وان كانت هذه المصلحه مصلحه في جزء معين، الا انهم في بينهم صراعات في نقاط اخرى. طيب يعني الشيء بالشيء يذكر سيد شعيب، يعني ما له علاقه تحديدا بالتعاون معا من اجل تمويل مكافحه التغير المناخي؟ الى اي مدى هذا يمكن ان يترجم على ارض الواقع؟ يعني كنا نتحدث عن الجمهوري ترامب لما كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كان رافض تماما فكرة التعاون في ملف المناخ. الصين كمان معروف ان هي بحكم ان هي دولة صناعية كبيرة نسبة التلوث عندها عالية جدا، الى اي مدى يمكن لهاتين القوتين العظمتين تتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي على الرغم ان ده ممكن يتعارض بشكل مباشر مع مصلحته؟ خليني اقول لحضرتك ان التغيرات المناخية العالم كله النهاردة بيواجه خطر التغيرات المناخية. التغيرات المناخيه كان لها تاثير حتى على حصيله المزروعات والحاصلات الزراعيه على مستوى العالم، وده اللي ادى لارتفاع اسعار تلك المحاصيل. وبالتالي النهارده العالم كله النهارده بيبني ثمار ما قدمت يداه من اثار على البيئه بشكل كامل. وبالتالي النهارده اللي هيخلي العالم كله يجلس على طاوله مفاوضات واحده هي لغه المصالح، خاصه لما بنشوف ان التبادل التجاري ما بين البلدين الكبار حوالي 600 مليار دولار، وهي ارقام كبيره جدا. هناك صادرات من الصين لاختراقها للسوق الامريكي، وهناك مشكله الرقائق الالكترونيه، واحنا شفنا القيود الجمركيه التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه على بكين. صحيح، على بكين. وبالتالي النهارده هناك مصالح مشتركه، ودائما لغه المصالح بتغلب على اللغه السياسيه وعلى التوترات السياسيه. وبالتالي اعتقد هيحدث هناك تهدئه للاوضاع في ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين، لان الطرفين هم احنا بنتكلم على اكبر اقتصاديات في العالم، هو الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي. وبالتالي النهارده اعتقد هيحدث هناك انفراجه حتى على وتهدئه للاوضاع الاقتصاديه والحرب التجاريه ما بين الدولتين. ربما تتغير هذه المصطلحات خلال الفترة القادمة، حتى وإن كان تغير مؤقت لحين تحقيق المصلحة التي ينشدها كل طرف. أنا بشكر حضرتك سيد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، كنت معنا في هذه المتابعة بشأن ملف العلاقات الصينية الأمريكية الاقتصادية. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام لهذه المتابعة. بكرة بإذن الله فريق عمل جديد، متابعة جديدة لأبرز الملفات على الساحة من خلال نيل مباشر. دمتم في أمان الله.